النور يا كابتن حازم، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن وليد عبد اللطيف، تحياتي للكابتن اكرامي العظيم طبعا حارس. الله يكرمك يا اسامه، ربنا يبارك لك يا حبيبي. شايفين الجهاز بالكامل النهارده موجود ومتواجد في المباراه، وشايفين تواجدكم في كل مباراه، كمان ماتش الاهلي كنتوا متواجدين، كل مباراه متواجدين يا كابتن اسامه. والله يا كابتن حازم يعني احنا بنسعى وبنجتهد وبنحاول نهتم بكل التفاصيل الصغيره، لان ده شغلنا وده اكل عيشنا وده المسؤوليه اللي واقعه علينا. فاحنا بنحاول ربما يكون في المباريات اللي احنا بنروحها والتفاصيل الصغيره نطلع بحاجه تهمنا تهمنا المرحله اللي جايه. لكن يبدو ده مش عاجبكم. مين هم؟ مش عاجبكم انتوا، يبدو ان انتوا مش عاجبكم في الاستوديو تقريبا ان احنا متواجدين في كل المباريات، ويبدو ان احنا يعني وجودنا في الملاعب مش عاجبكم. فاحنا بنهتم بتفاصيل شغلنا وده مهم جدا، ولكن طبعا ليه يا اسامه مش عاجبنا في ايه؟ قول لي. انا سمعت حاجات كده يا كابتن حازم على اليوتيوب دلوقتي، جات لي رساله ان يعني ان الموضوع مش عاجبكم، يعني انتوا بتتريقوا واحنا موجودين في الملعب وفي الاخر بنستقر على حاجه معينه من هنا ومن هنا. لا هو مش تريقه، هو بس انا بس عايز اسال سؤال للكابتن اكرامي، لو حضرتك مدرب منتخب مش هتروح تزور كل المباريات؟ مش هتروح تشوف لعيبتك في الملعب؟ مش هتروح تشوف اجوانك في الملعب؟ طب انت ليه في التلفزيون؟ انت ليه خدتها سامة ان احنا بنتريق عليكم يعني؟ ما اصل هو ده اللي ظهر قدامي الحقيقه. يعني الحقيقه هو ايه اللي ظهر قدامك عليك. يعني هو ده اللي انا شفته عليه. ايه اللي ظهر قدامك؟ مش اللي انا سمعته من حد، او مش الخبر مثلا اتنشر في حته. ايه اللي ظهر قدامك يعني عشان يخليك تقول كده؟ لا التريقه طبعا يا كابتن اكرامي، يعني لو حضرتك مدرب منتخب مش هتروح تشوف جونك في الملعب ولا تشوفه في التلفزيون؟ بس هي دي الاستفسار. فاحنا بنحاول نجتهد ونسعى ونتعب لعل وعسى يمكن نجاحنا يطلع في حاجه صغيره من اللي احنا بنعملها دي، ما احناش عارفين النجاح هيجي في اي حته بالظبط يعني. بس ما هو فاهم اسامه مفيش تريقه ولا حاجه، احنا كنا بنتكلم على ان انتوا بتروحوا الماتشات واتكلمنا على ان احنا بن يعني بص الموضوع ليك كل احترام والتقدير يا اسامه، وانت عارف يعني الناس بتتكلم ازاي عليك وهنا ونجتهد. لعل وعسى يمكن اجتهادنا ده نطلع بينه بحاجه، لعل التعب يمكن ربنا يجازينا على اجتهادنا، يمكن ربنا يجازينا على تعبنا. ممكن ما يكونش عندنا الحاجه الواو، بس يمكن ربنا يدينا على قد بس المجهود اللي احنا بنبذله، جايز لعل وعسى عشان بس ناخد بالاسباب ومراش اثرنا مع حد ونبقى شفنا كل الناس وادينا للناس كلها فرصها يعني. بس ده كده بس لازم التنويه بس مش اكتر. بشكرك يا اسامه، شكرا جزيلا كابتن اسامه نبيه المدرب العام لمنتخبنا القومي.